أين دفن إبراهيم باشا وأين يوجد قبره؟ سؤال يطرح باستمرار في قناتنا، وللإجابة عليه سنخصص هذا الفيديو حيث سنستعرض آراء المؤرخين المختلفة حول هذا الموضوع. قبل أن نواصل عزيزي المشاهد، إذا كنت تتابعنا لأول مرة ندعوك إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق فيه رأيك. تم إعدام إبراهيم باشا البرغلي سنة 1536، وكان ذلك خلال شهر رمضان بأمر من صديقه الوفي وسيده السلطان سليمان القانوني. دعاه هذا الأخير إلى وليمة الإفطار، وطبعا قبل الباشا الدعوة دون أدنى شك ليكون طعامه الأخير من مائدة السلطان. أراد العودة إلى منزله في قصره بعد العشاء، لكن سليمان أقنعه فعلا بالبقاء في غرفته القديمة في قصر توبكابي، ووافق إبراهيم على ذلك. بعد فترة وجيزة دخل الجلادون إلى غرفته وخنقوه بنفس الطريقة التي كان يعدم بها أفراد الأسرة الحاكمة، حيث لم يكن يتم إعدام البشوات عادة بهذه الطريقة، إلا أن سليمان القانوني أعطى صديقه موتا نظيفا كما قالت المؤرخة ليسلي بيرس، وأعدمه بالطريقة نفسها التي يعدم بها عثمانيو السلالة، فأي فضل هذا؟ بعد ذلك وحسب هذا المصدر نقلت جثة إبراهيم سرا من القصر ودفنت في قبر غير معروف، مع التخمين في أنه ربما يكون قد دفن في نزل الدراويش. هذا ما تقوله مصادر ليسلي بيرس، أما مصادر أخرى فتضع احتمالات مختلفة للمكان الذي يمكن أن يكون قد دفن فيه هذا الباشا الشهير. وحقيقة فإن قبر الباشا يمثل موضع حيرة حتى الآن، حيث لم يمكن التأكد من مكانه. تقول بعض المعلومات أن إبراهيم باشا دفن في حديقة مسورة صغيرة ملحقة بالفناء الخلفي لقصره، فيما يضع آخرون احتمالات أخرى، فيقول البعض أنه ربما دفن في بارغا، أي في المكان الذي ولد فيه وجاء منه، حيث ذكر أن إحدى وصايا إبراهيم باشا أن يدفن في هذه البلدة. يقول آخرون أن إبراهيم باشا قد دفن في الجزائر باعتبار أن هذا البلد كان يمثل أبعد ولاية عثمانية، وقد أراد السلطان أن لا يتذكر صديقه ولذلك أرسله ليدفن في الجزائر. أما الاحتمال الأخير فهو أن يكون إبراهيم قد دفن في مانيسا، تعتبر هذه المدينة أول مكان قابل فيه إبراهيم السلطان، وبما أن هذه الولاية كانت في زمن إعدام إبراهيم باشا تحت حكم الأمير مصطفى، ربما كان دفنه فيها بطلب من هذا الأمير الذي اشتهر بعلاقته الطيبة مع إبراهيم باشا. هذه هي أعزائي الاحتمالات المطروحة، حيث لا يزال موضع دفن إبراهيم باشا إلى اليوم محل حيرة لا يمكن أن يجزم فيه. فما رأيك أنت عزيزي المتابع؟ أين ترجح أن يكون قد دفن إبراهيم باشا من بين كل هذه الأماكن؟ لا تنسى أن تكتب لنا ذلك في تعليق. هنا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.